السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم نور. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة من وصفاتي، مملحات بانواع الجبن. استعملت 4 ديال انواع ديال الجبن مملحات بكواترو كيسوس. وخليكم مع المقادير. هنايا عندي 4 ديال الانواع ديال الجبن، وعندي 4 معالق صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الصحتر المطحون او الزعتر المطحون. هنايا عندي الجبن الاحمر المحكوك، هذاك اللي كنستعمله في البيتزا. وهنايا استعملت موتزاريلا، نتوما تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الجبن. وعملت مثلثات، عندي 8 ديال المثلثات ديال الجبن، وعندي 4 معالق ديال الابزار، وعندي واحد معلقة صغيرة ديال أوريغانو أو ديال الصحتر أو الزعتر. وعندي هذا الجبن، هذا اللي هو جبن أبيض اللي كندهنو في الخبز. يعني كنظن في المغرب كيستعملوا جبلي، حتى هذا كيجي رائع غزال. وأنا كنستعمل هذا ديال مركادونا. بطبيعة الحال عندي الورقة. هنايا غادي نبدا بالجبن اللي هو رطب، هذاك الجبن الابيض. وغادي نعمل غادي نستعمل المثلثات، غادي نخلطو مع بعضهم، نخدمو مزيان. نزيد معلقه ديال الابزار، ونزيد معلقات ديال الاجبان الاخرين، وفي الاخير نزيد داك معلقه اللي عندي ديال الصحتر. الاحسن في الاخير تستعمل يدك، لان باش يتجمع لك الخليط ضروري نستعمل اليدين. صافي، كما العادة كندهنوا الورقة ديالنا بالزيت. الحجم ديال الورقة بطبيعة الحال كيبقى اختياري، واش بغيتو بريوات ولا قنينطات كبارين اولا صغارين. انا غادي نعمل بريوات وغنعمل قنينطات باش نشكل، وصافي بنفس الحشوة. في هاد البريوات انا تنيت هذيك الورقه على جوج. كما كتعرفوا الجبن راه كيقدر يطرطق مع السخانه، اذا غادي نعملها على جوج، وغادي نعمر بها بريوات صغارين صغارين. كنحاول هنايا ندخل الحشوه باش ما تخرج لي شي، لان الجبن مخصوش يخرج لي، سينو غادي يطرطق لنا كامل. صافي، وكنشد بالماء والطحين.
كاينه هذه الطريقه هذه وكاينه واحد الطريقه اخرى انا غادي نوريها لكم دابا حتى هي. كنوضع هذاك الجبن في القنيط وكنشد عليه الورقه وكنلويها، اولا كتشد الورقه في الاول وكتحط الجبن وكتلويها اللي بغيتو. هذه الورقه هذه في هذه المرحله هذه راني كنحط الحشوه ديالي في واحد القنيط كنشد عليها بالورقه وكنتني بريوه. هيدا ملي كنقليهم كنتفادى على انهم يطرطقوا لي او يخرج لي الجبن منهم. صافي، وهنايا كندوز كنسخن الزيت ديالي مزيان مزيان. الاحسن تستعملوا كسرونه ماشي المقله لان سينو كيطرطقوا وكيلصقوا لي لتحت. كنعمل الزيت كنسخنه مزيان مزيان عاد كنبدا نقلي. غير كتدخلوا البريوه كتبقاو تحركوها كتحركوها كتدوروا كتدوروا وكتقلبوا البريوات وكتحيدون فقط، لان سينو عندك كل شيء طيب اللي غادي تحمر هي الورقه. غير تشوفوا باللي الورقه بدات كتحمر صافي نحيدها، ما كيخرجوا ما كيطرطقوا. كما كتشوفوا معايا الزيت ديالي بقات نقيه، وملي انا كنقلي وانا كندور انا كنقلي وانا كندور باش ما كيتحرقوا لي شي ودغيا كيتقلاو. غير نشوفهم تحمروا من واحد الجهه كنقلب جهه اخرى. تقدروا تعملوا قنينطات تقدروا تعملوا بريوات، ما كاين حتى مشكل. هذوك الاشكال على حساب كل واحد وكل الذوق ديالو. وصافي وهاو موجودو كما كتلاحظوا معايا، ما خرجش الجبن منهم نهائيا وكيجيو مقرمشين وكيجيو لذاد بزاف، وكنتمنى تجربوهم. كيوجدوا دغيا في دقائق وكيعجبوا الكبار والصغار. انا بنتي كتحمق عليهم دائما كتقول لي ماما عدل لي قنيطات ديال الكيسو، وكنعدلهم لها راه بيهم كتعجبك كيعجبوها بزاف. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتشتركوا معايا باللايكات وبالاشتراك وتدعموني باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. وما تنساوش تخلي لي تعليقاتكم واش جربتوا الوصفة وكيف جاتكم، وبالصحة والراحة.